وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المنامة الناشط الحقوقي والمحامي فريد غازي. سيد فريد، يعني قطر تواصل انتهاكها لحقوق الإنسان، آخر ما قامت به هو عقاب جماعي بحق أفراد قبيلة المرة، ما تعليقك تجاه ما حصل؟ السلام عليكم. طبعا هذا العقاب الجماعي بسحب الجنسية عائلة المرة أو قبيلة المرة هو ليس بالمرة الأولى حقيقة، سبقها يعني في السابق نفس الإجراء حول قبيلة المرة. وشيوخ الخليج حفظهم الله الحكام لموا هذا الموضوع ولموا عائلة المرة على امتدادها في دول الخليج. يعني هذا التصرف مناقض كل مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا من حماية جنسية المواطن التي يجب ألا تسحب إلا بحكم من المحكمة أو بجريمة ماسة بأمن الدولة والخيانة العظمى. فبالتالي قطر باتباع هذا الإجراء بسحب الجنسية من مواطنين قطريين آمنين بل من حجاج حجوا لبيت الله، يعني بدل أن نقول لهم يعني تقبل الله نستقبلهم بهذه المسرحيات المعروفة في أوساط التعامل المخابراتي وننتهك حقوقهم وحرماتهم. طيب بالنسبة سيد فريد، بالنسبة يعني برأيك ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به منظمات حقوق الإنسان الدولية بهذا الخصوص؟ طبعا لابد من إثارة الموضوع على المستوى الدولي وأن يرفع فيه الأمر إلى المحاكم المختصة لحقوق الإنسان الدولية لهذا الانتهاك الصارخ تجاه مواطنين آمنين قطريين لم يرتكبوا أي مساس بأمن الدولة ومقدراتها، وإنما يعني العقوبة بسبب الانتماء لهذه القبيلة أو لهذه العائلة عقاب جماعي. وهذه طبعا يعني انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان في أن يحتفظ المواطن بجنسيته ولا أن تنتهك خصوصيته وخصوصا انتماءه لوطنه في قطر. فأعتقد بأن جازما بأن هذا الانتهاك هو لا يتفق، وكل المعايير كل المعايير المتعارف عليها في مبادئ حقوق الإنسان اللي تعلمناها سواء كان في العهد الدولي للحقوق السياسية أو المدنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وأيضا الاتفاقيات التي تحمي المواطنين من مثل هذه الإجراءات طالما هم آمنين في أوطانهم أو خارج أوطانهم لا يجب أن يتم التعامل معهم بهذه الطريقة. وللأسف الشديد كما قلت في البداية هذه ليست الحالة الأولى لقبيلة المرة، ودأب للأسف يعني نظام الحكم في قطر على مثل هذه الأفعال ويعني من مجون وفجور في الخصومة أدى إلى مثل هذه الأزمة. نعم، من المنامة الناشط الحقوقي والمحامي فريد غازي، شكرا جزيلا لك.